الذي يلاحقنا؟ فتقتل الهوى فينا جنينا؟ أي ذنب هذا؟ أي ذنب هذا الذي يملك منا الشيء والشاب والصغير؟ فنتجرع الدماء العارة في كل حين، ونعتزيها ألغما مريرة، فتتعرضنا إلى نارا وجحيما، نارا وجحيما، نارا وجحيما. العار 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 العار، عار ما يحدث يا عرب، أطفال يموتون من غير ذنب، دماء ذكية تزحزح بغير عقل، نفوس تشرد ودنيا تخرب. وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ حطنا في وقت يبدأ من الاحتلال ونعمله في العيون، واليوم اليوم ازداد الاحتلال ودور الفصل الاول من الهواية، وبدا الفصل الثاني، واحدث اسرائيل على خشبة المسرح تعذب تنكل وتتفنن في القتل، وان احسن سليم تقلب اعضاء العرب نسبة، والخصومة تتعاون والكرة حبا. أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا عرب؟ Yeah.
فيهن. وانظري هناك، هناك أخت أرى شهادة الشهداء قادمة من كل صوت، قادمة من كل فش ومن كل ثغر قادمة، ترفع المجاديف وتنزل الأشرعة، تقذف بهم على شقاء التراب حمما، محرقة في وجوه المجرمين وسهاما تنقصف في قلوب الأعداء أبدا، وكابوسا للموت يعتليه دخانا لن ينتهي أبدا، لن ينتهي أبدا. تلملم في القلب